هل شراء العملات حرام أم لا؟ لا لا، ليس حراما. شراء العملات نعم، ليس حراما، لكن بشرط أنه إذا اتحد جنس العملات أن يكون التساوي بين العملتين من غير زيادة، وبشرط التقابض في المجلس. إذا صارت العملات من جنس واحد نعم فإنه يشترط أمرين: الأمر الأول التساوي في المقدار، والأمر الثاني التقابض في المجلس. أما إذا اختلف جنس العملات، ينبيع عملة بعملة أخرى كالريال السعودي بدولارات أمريكية مثلا، فإنه يجوز التفاضل بين العملتين ويشترط التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.